أهلا بكم مشاهدنا الكرام مرة أخرى. إذا شنت روسيا أول هجوم ليلي بطائرات مسيرة على كييف منذ 12 يوما، في حين تستعد القوات الأوكرانية لتطوير الهجوم المضاد في مقاطعة زاباروجيا. يأتي هذا في وقت قال فيه وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن رفض انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي الناتو سيكون بمثابة انتحار بالنسبة لأوروبا. على صعيد آخر، حذر ديمتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي من نشر أسلحة نووية في بولندا، في حين أن بوتين بدأ في محاسبة المنقلبين في روسيا. فإلى أين يتوجه المشهد في الحرب الروسية الأوكرانية؟ حول هذا الموضوع يسعدني أن يكون ضيفي الباحث بعلم الاجتماع السياسي الأستاذ صفوان مشلي هنا في الاستوديو. أستاذ صفوان، بداية أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم. أستاذ صفوان، برأيك لماذا تركز روسيا بشكل مكثف في ضرباتها المتلاحقة الأخيرة على ضرب كييف خصوصا؟ هي ما لا قيمة هذه الضربات الأخيرة، ما لا قيمة عسكرية، قيمتها معنوية. موسكو مجروحة، الرئيس بوتين الثقة فيه مزعزعة داخليا وخارجيا. حب يقول انه طبعا بعد توقف كذا يوم عن ممارسة الجيش الروسي اعماله القتالية نتيجة الانقلاب اللي قادته ميليشيات فاغنر، حب يقول انه ما زلنا نتمتع بنفس القوة ونفس الكفاءة وسنستمر بغزونا لأوكرانيا حتى تتحقق اهداف القيادة الروسية اللي أصبح مشكوك باستمراريتها على أرضية التفسخ اللي أصبح واضح بالقيادة الروسية والضعف اللي تكشف على سبيل المثال من خلال امتناع الجيش الروسي وعدم قدرته على مواجهة 10,000 مقاتل أو 20، خلينا نقول كل قوات فاغنر دفعة واحدة اجوا على ليشاركوا بعملية الانقلاب دفعة واحدة. هذا كله غير مبرر للعجز اللي ظهر عليه الموقف الداخلي في الاتحاد الروسي. يعني لذلك حاليا حب يقول انه انا ما زلت كما كنت، فهذا لازم يشعره من خلال الإعلام. الإعلام لازم يقول روسيا ما زالت تملك أوراق قوة، لذلك يقصف لتخويف الناس ولإثارة الإعلام وليس ليتقدم عسكريا. لذلك ضرب هذا لذلك في ضرب روسيا وسيضرب في سوريا. في سوريا أيضا وفي ضرب. سوريا قام بنفس العملية. أصلا بسوريا كانت هي المنطقة الوحيدة اللي كان ممكن يأخذ فيها قرار من هذا النوع بدون ما ينعكس على الانقلاب اللي عم يتم الإعداد لتطويقه. فكان أسهل شيء عليهم أنه يقصف بوتين ويعلن عن أنه ما زال دكتاتور عظيم من خلال ضرب سوق بندورة. سوق عم يوزعوا فيه بندورة، يعني ملايين الدولارات حق الصواريخ اللي ضربت على 500 ورقة بندورة، صناديق بندورة، سوق بندورة في العراء تم قصفه. يعني برأيك لا يوجد أي هدف استراتيجي في ضرب كييف؟ لا، ما في أي هدف استراتيجي ولا هدف عسكري. الضرب أوكرانيا كضرب سوق البندورة في سوريا ليقول المجرم أني أنا ما زلت موجود، ليس أكثر من ذلك. طب لماذا قال زيلينسكي بأن إذا لم تنضم أوكرانيا إلى الناتو فإن هذا انتحار لأوروبا؟ لماذا برأيك ما هو معنى هذا التوصيف؟ هذا التوصيف أيضا من جهة ما دقيق، لأنه إمكانية أنه تستمر أوكرانيا دولة ديمقراطية ليبرالية تسعى إلى إقامة نموذج من التنمية بمواجهة المافيا الروسية، هذا مقرون بنصرة. إذا ما انتصرت وحافظت على وحدة أراضيها، الاتجاه الآخر اللي بيأيد لعودتها للديكتاتورية ولعودتها للفلك الروسي سوف يستلم الحكم في أوكرانيا.
وسوف يدخل في تحالفات مع المنظومة البوتينية. هل هذا الاتجاه موجود؟ وبالتالي هذا يهدد مستقبل أوروبا. هذا الاتجاه موجود. موجود في دائما أوكرانيا؟ موجود عند كل الشعوب. موجود مين اللي بيقدم امتيازات هو اللي بيربح، ومين اللي بيبين انه من جهة ضعيف ومن جهة ما في عنده عدالة توزيع رح يلاقي معارضة وتمرد. هذه قوانين كل الدنيا بما في ذلك الروس والأوكران تخضع إلى كل دول العالم. برأيك ساحة الحرب في أوكرانيا مشهدها إلى أين يتوجه؟ مشهدها يتوجه إلى انحلال الاتحاد الروسي. إذا الاتحاد الروسي ما أخذت بعين الاعتبار المافيا الحاكمته حاليا أنه في حدود لإظهار البطش تبعها وتصديره إلى الخارج، مثل أي دولة تعاني من الداخل تحاول تصدير ما يسمى ثورتها أو بلطجيتها أو أمراضها أو مشاكلها إلى الخارج بحسب نوع النظام، وهذا سائد في كل مكان. يعني مثلا الحرس الثوري الإيراني الشوارع مليانة متظاهرين يطالبون بالحد الأدنى من الحريات، بينما قواته تقوم بعمليات عسكرية في العراق وفي لبنان وفي الخليج وفي كل مكان، يحاول أن يصدر أزمته الداخلية إلى الخارج، أن يعوض عن عجزه الداخلي في الخارج. الاتحاد الروسي مشكلته الرئيسية ما استطاع يساوي تنمية. يعني كان في عنده نظام الاشتراكي اللي قائم على مفهوم آخر للاقتصاد والسوق، سقط، أصبح ما في بديل إلا نظام السوق. فشل في أنه يساوي مصنع تنمية، وكل الموارد الموجودة كانت غير كافية لإعادة تأهيل الصناعة الروسية. فكيف بده يقول أنه أنا نظام أستحق الحياة؟ فقال أنا نظام خارج عن المنظومة، ولكن بأي صيغة؟ بصيغة أني أنا تابع لنظام قيصري، لنظام إمبراطوري، ضد نظام الدولة الحديثة القائمة على الذي يسمعك يقول حدود أن القومية أن المتفع هي عليها هي النظام، يعني جنة الله في الأرض. أمريكا في أحدث تقرير، لا أن أمريكا كانت تعرف كثير من المعلومات لم تخبر الجانب الأوكراني. طبعا كان لازم ما تخبر الجانب الأوكراني، لأنه لو أخبرت الجانب الأوكراني بدها تأخذ بعين الاعتبار أنه على الطرف الآخر في مافيا مجنونة ممكن من أجل تنزلق إلى مزالق خطيرة، منها أنها تستخدم النووي التكتيكي. فإذا كان شعرت أنه النظام الأوكراني عنده معلومات على الخلل الكبير الموجود فيه وتستغل نقطة العجز، النقطة العمياء اللي عانى منها أثناء التمرد، وقامت بإجراءات على الأرض مع عمليات دعاية، هذا يؤدي إلى انهيار الجبهة، وانهيار الجبهة رح يتم الرد عليه بنووي. هذا النووي رح يصيب أوروبا، وصحيح رح يكون مدمر لروسيا ولكن رح يصيب أوروبا. وبالتالي الولايات المتحدة حبت أنه تمتص هذه العملية وتأكد بوضوح، وعلى صعيدين. على الصعيد الأول الإعلام ما حكى، إن كان واضح أنه نحن كمجتمع ليبرالي ما إلنا أي دخل بهذا الموضوع وما إلنا إيد في هذا الانقلاب ونحن ما شجعنا عليه، وبنفس الوقت منعوا القوات الأوكرانية من أنه تقوم بإجراءات تظهر أنه عندها معلومات وأنه في تنسيق بينه وبين فاغنر، لأنه هذا سيؤدي إلى استخدام الروس للأسلحة التكتيكية. مثل أي بلطجي سكران ومعه سكين، أنت لازم تداري ريثما تقبض عليه وينخفض نسبة الكحول القومي الموجود بالدماغ الروسي. ولكن هذا